جمعة مباركة عليكم وأحلى قعدة حلوة في يوم الجمعة 15 سبتمبر. عايز كل السيرك ويعمل لايكات. متضايق اشرب قهوة، متضايقة اشرب قهوة، مزاجك مش رايق اشرب قهوة. أي قهوة بقى، كابتشينو اسبريسو، لازم نخلي يومنا حلو ولازم نخلي مزاجنا حلو. في نص اليوم ده طبيعة القهوة إن أنت لما بتشربها أنت تقدر تعمل حاجة في يومك، عندك تمرين، عندك شغلانة، أو أنت حابب مثلا تشربها، فأنت لازم تشرب قهوة. واللي متضايق مزاجه مش حلو، غير نفسيتك مع القهوة وغير مزاجك مع القهوة. أحلى قعدة مع اسبريسو.